مع الدنيا كلها تحضر انفسها هل في مانع من كده؟ يعني انا اقصد ايه، هل يعني احنا برضه الشغل لازم يبقى كده؟ يعني دلوقتي ان انت تشتغل مثلا تبعت ايه كاتحاد كرة او كلجنة خماسية بالطريقة اللي بتبعت بيها ايميل فاكس بعيد يعني من حتة فيديو كونفرنس او فيديو كونفرنس صحيح، يبقى كل ودي واحد بلان 1 وبلان بي وبلان 2 اللي قال عليه عادل برضه بالظبط كده، اللي هو ايه المقترح بتاع النادي الاهلي مثلا، ايه المقترح بتاع نادي الزمالك، ايه المقترح بتاع بقيه الانديه اللي في الدوري الممتاز والدوري الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، وتاخد كل هذه المقترحات وتشتغل عليها. ايه المشكله في اسلام حاجتين خطرين جدا سواء باستكمال او بكذا، في حالتين كمان انت بتوقف طبعا هيتدخل فيها، خلي بالك معنا اسف، هيتدخل فيها الشركات الراعيه وهيتدخل فيها لسه هقول لك اتفضل حاله الاقتصاديه نفسها بتاعت انك انت تتكيف. يعني انا وماهر برضو جايين بندردش يعني في بتاع، طب الناس هتعمل ايه مع لو الدنيا طولت شويه؟ هيجيبوا فلوس منين؟ هل المرتبات هتنزل؟ هل هيبقى في استراتيجيه تانية في التعامل من القصه دي؟ هل حكايه العقود الناس اللي هي كانت بتجري وعايزه تعمل تعاقدات وعايزه تعمل ما في عمليه هتهدى خالص بقى والكلام من ده، عشان الحكايه هتبقى لا في تمرين ولا في اي حاجه ولا واضح في الدنيا. والحل كمان التالت او الرابع، لا قدر الله ظهر حاجه، يعني افرض احنا خدنا قرار بعد شهر كده ورجعنا وجت حاله ظهرت مثلا لا قدر الله، هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ ما هي دي بقى الاحتياطات اللي الدنيا كلها قلقانه منها ومش عايزاها. صح، بيجي على الوقت شويه او بنيجي على نفسنا كلنا شويه، بننزل مرتباتنا، بننزل امكانياتنا، كله بيبقى ده وباء ودخل على الدنيا كلها، ما دخلش علينا احنا بس هنا، بس احنا قادرين احنا هنا في مصر انه جالنا متاخر شويه او دخل علينا بطيء، او احنا نقدر كان عندنا ما شاء الله التكيف مع الحكايه كلها والناس تفهم والناس تخاف والناس تعرف المعنى البيولوجي اللي موجود ده في الحكايه دي كلها، وبيدوروا على مصر وبيدوروا على كل حاجه. فلازم احنا نتكاتف كده مع بعض كاعلاميا اولا، ان احنا ندي الخريطه اللي انت بتتكلم عنها دي، يا جماعه لو واحد اتاخرنا شويه بايدينا احنا ناخر او بايدينا نسرع. فهي الحكايه اللي هو الالتزام في البيت، التزام في البيت، التزام في الحياه كلها المعيشيه كلها، عدم الاختلاط، عدم اتاحه الفرصه لهذا الفيروس انه ينتشر بينا، يعني احنا بنقضي عليه بالتعامل. انا سمعت ان الصين اللي هي يمكن كان اول ناس هم اللي عملوا حاله من التزام كويس، وصلوا لاعداد بسيطه جدا دلوقتي، مفيش اعداد خالص خلاص كمان. يعني المانيا بتبتدي تشتغل دلوقتي لانها بتعترف ان الفيروس بقى موجود وموجود بقوه، ازاي هتعاملوا معاه وتكيفوا معاه، والناس اللي عندها مناعات ويعملوا في مصر ويعملوا في حاجات في الدنيا كلها دلوقتي في كل حته. انا مستغرب ان الناس اللي فتحت السكه عشان يتدربوا كده، ما احنا بنتمرن كلنا، بننزل نلف حوالين البيت، بنعمل شغل في البيوت، اي رياضه، اي حرق في الجسم، لدرجه ان بقول لهم احنا الثلاثه احنا عايزين نتمرن كويس عشان يمكن يرجعوا يتعادوا معانا تاني، ما يمكن دول اللي هيبقوا. يعني ما لازم احنا يبقى عندنا التزام قوي جدا للحياه المعيشيه، والناس تستحمل، ناس في الشوارع كلها قاعده تقول لك الدوري وحشنا. ما هو طبعا انت تقدر ترجع، ايوه، لكن سلامه الناس اهم، سلامه الدنيا. لو ظهرت حاله واحده يا جماعه احنا ما احنا مش قد الحكايه دي، احنا عاطفيين جدا والقرارات عندنا سريعه جدا. اديك شفت الرئيس نزل في وسط الناس والعمال وما اعرفش يعني ايه، مش حاطين ماسكات، يعني بقت رسائل بتيجي كده لغايه البيت، انت يمكن بتتمناها من نفسك تلاقي ربنا بيبعتها. نزل الرئيس في وسط الناس، الناس عايزين الحته بقى بتاعت العاشر والحاجات اللي هي فيها اسواق كلها، الناس يبقى عندها وعي ان غير كده مفيش حاجه، غير الكوره كمان لا مفيش حاجه هترجع تاني، يعني الدنيا هتتاخر كتير قوي. فبنتمنى ان الناس يكون عندها التزام باذن الله، ان الالتزام هو الطريق ان شاء الله للوصول الى عوده الحياه بشكل او باخر خلال الفتره اللي جايه يا كابتن عادل. اكيد طبعا، يعني انا عاوز اقول لك كتير من الناس بيقولوا ان لما خليك قاعد في البيت خليك قاعد في البيت، ودي رساله، فيطلع واحد ولا اتنين يقول لك اصل في ناس برضو يعني ايه غلابه بيشتغلوا باليوميه والحاجات. انا معاك، ولكن انت ممكن لو قعدتهم في البيت اسبوع احسن عشان تحافظ على حياته، علشان اصلا يقدر يصرف بعد كده. يعني انت لو قعدت انت اسبوع او اسبوعين او ثلاثه ملتزم في البيت، تعبت اسبوعين وثلاثه، تعبت، انا بتكلم على انك تعبت، ولكن قدام هتبقى كويس وهيرجع الحياه اسرع. انت كل ما بتاخر في الحياه وكل عدم الالتزام، كل ما احنا بنمشي بوتيره الحمد لله ماشيين بوتيره كويسه في الفيروس وكده، بس من هنا لازم احنا نحيي القطاع الصحي كله، ويجب على القطاع ان احنا الحكومه المصريه بالكامل والقطاع الصحي في البدايه. كابتن اسلام، يعني انت عاوز اقول لك في ايام الحرب الجيش المصري طول عمره بيحميك، وايام السلم الجيش المصري طول عمره بيحميك،
والشرطه المصريه برضو بتحميك، ولكن بدا دلوقتي في جيش في المقدمه في الوقت الحالي اللي هو القطاع الصحي، فلازم نهتم بيه يا جماعه، لازم نحترمه على الاقل يا جماعه، لازم نقدره. الناس بره بتسقف له، خلي بالكم الناس لما بيلاقوا دكتور زي ما بيلاقوا عسكري زي ما بيلاقوا حصل في اسوان امبارح بيسقفوله، ولازم بالزبط. ولازم بعدين شويه حاجات كده من وجهه نظري، في حاجات فرديه بتحصل وشويه افكار بتدس بينا مش صح يا جماعه، ما نسمعش كلام الا المنظمه الصحه العالميه بالصحه المصريه بس بالوزاره، وزاره الصحه عندنا ليه؟ لانك بيديك معلومات مغلوطه. ولكن اهم ما في الموضوع في الوقت الحالي التكافل بقى، اللي هو ايه، ان احنا لازم نبقى هادين على بعض شويه، حتى التجار يعني لازم يبقى عندهم شويه دم شويه، يعني لازم يقللوا شويه، مش لازم تكسب كتير، يعني مش لازم تستغل حق الشعب، برضو لازم يبقى عنده وعي وفي حمايه المستهلك والحاجات دي. انا بدخل في الحاجات دي لان دي الحياه اليوميه يا كابتن اسلام اللي احنا عايشينها، احنا بنتمنى رجوع الحياه لينا احنا، ولكن الحياه راجعه لك، انت عايش احسن ما تكون عندك ارقام وعندك حاجات كتير. كل ما تلتزم اكتر كل ما الوقت هيعدي اسرع وهيبقى اقل عليك. فاتمنى من وجهه نظري، يعني اتمنى ان احنا نحكم الايام الجايه ديت الوقت، الناس ما تنزلش كتير قوي، ما تنزلش الا للضروره، الناس اللي بتشتغل خلي بالها تحافظ على نفسها. احنا نازلين دلوقتي علشان نقدر رساله، نتكلم في اعلام، نشوف حتى لو انت بتسلي الناس، تطمن الناس كمان، او بتطمن الناس، لازم نعرف ان احنا يعني بالامانه، يعني ودي ولا تطبيل ولا الكلام اللي بيتقال ده، احنا بقينا دوله بتحافظ على اولادها، دي حقيقه، واول مره انا احسها بامانه الله، يعني احسها بصوره واضحه جدا انك بتحافظ على بيحافظوا عليك، حد عالق بره بيودوا له طياره يجيبوه، يعني ال 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 الحظر اللي معمول لصالح، يعني كان ممكن يقول لك يلا افتح واعمل وعيش حياتك، ما انت ممكن انت تقفل على نفسك والحاجات، لكن لا، يعني حاسس ان احنا دوره قويه جدا لازم نفتخر بيها، ولازم الناس اللي هم اللي عندهم سلبيه في التفكير والحاجات دي لازم يفتخروا ان هم عايشين في دوله محترمه، دوله كبيره فعلا. والكلام ده انا بقوله يعني من جوايا والله. كابتن ماهر، حاله الغموض اللي فيها موضوع الفيروس، مش عارفين امتى، مش عارفين، هل ده ممكن يكون ملخبط اللجنه الخماسيه شويه، بحيث ان هم مش عايزين يتسرعوا في ابداء اي قرارات، مش قرارات ولكن حتى اقتراحات؟ اكيد يا اسلام، هو طبعا واضح ان لسه ما حطيناش ايدينا على الفيروس، يعني ممكن ينتهي امتى، لكن دلوقتي يمكن في مراحله اللي فيها انتشار وبعد كده فيها خطوره، فاكيد اللجنه الخماسيه بتتابع بشكل كبير جدا مع النشرات اليوميه بالنسبه لوزاره الصحه. وانت شايف حتى الارقام، يعني الوزيره بتطلع كل يوم بتقول الارقام، واخد بالك، في زياده، يعني نتمنى طبعا الارقام دي ما تزيدش عن كده وتقف عند هذا الحد، يعني فهم بيتابعوا اكيد بشكل كبير جدا، يعني وزاره الصحه في الـ يوميا وهي بتتكلم على احنا وصلنا لقد ايه، ودي فيها مصداقيه كمان اسلام بالنسبه للحكومه، ان كل الارقام دي ارقام طبعا حقيقيه وعلى لسان وزاره الصحه، نفسيا حتى كمان بتدينا احنا ثقه، يعني بتدي الشعب المصري ثقه، لان الشعب فعلا الفتره اللي فاتت دي نفسيا يعني مستجد علينا هذا الكلام. احنا طول عمرنا يعني بنقول البلد الوحيدة اللي في العالم 24 ساعة صحيين، فالنهاردة انت عشان يعني تمنع 100 مليون ان هم بينزلوش، فدي بقى طبعا فيها شيء من الصعوبة في الحالة النفسية اللي بيمر بيها المواطن المصري. تعرف ألمانيا بتقفل الساعة 7 في العموم من غير الفيروس، بالظبط الكل بيقفل في المانيا الساعه 7، اكيد الطوارئ بس. احنا بقى لا، انا بقول احنا بقينا عاملين احنا الفيروس خلانا دلوقتي بنقفل الساعه 5 وبنقفل الساعه 6، ففي حياه زي ما انت بتقول، احنا كنا من البلاد الوحيدين اللي بنقعد 24 ساعه شغالين، بالظبط البلد الوحيده اللي كان فيها الامن والامان، يعني الكابتن مار على مستوى العالم، يعني دي مهمه جدا اللي هي بتاعت ايه، ان كل الاعداد وكل الاحصائيات صح تماما،
اصل انت ليه تكذب او ليه تخبي ده يعني دي ظاهره عالميه يعني من ضمن المصداقيه كمان يا عادل اللي انت كلمت عنها طبعا ليه هتخبي ما بيخبوش المصداقيه هم ما بيخبوش يعني حاسينها يعني الحكومه فعلا دلوقتي ما فيش اهتمام بشكل كبير عادل نتكلم على الطيارات اللي احنا طبعا احصائيات كل اللي موجودين عشان الناس تعرف اللي عايزين يرجعوا من الخارج المشكلة يعني بالظبط المشكلة انك انت تعلن اصل انت دي مش علي معلول نزل اهو من تونس اعتقد في حجر صحي مش كده؟ ولا مين؟ اللعيبة اللي بتيجي من المغتربين اللي هم بيبقوا راجعين من بيوتهم تاني او رايحين هناك بيخشوا على حجر صحي بالظبط ده امن وامان لكل الناس ما دي تصرفات نفسك في بيتك تصرفات اللي هي تواكب ان احنا نخلص من الموضوع ده فعايز اقول لك ان اللجنة الخمسية اسلام برد على سؤالك ان فعلا هم طبعا اكيد اكيد قعدوا يمكن مع بعض ما يقدرش يطلع يقول بتعليق يعلق او يطلع يقول بتصريح الا لما بس ممكن يبدا من الممكن ان يكون هناك مقترحات لانه هو حضرتك بتعمل الدوري ده ليه؟ ما هو للانديه مش لحد يعني الانديه دي هي الموضوع يخصها تحديدا او في اول الامر لازم تتكلم مع الانديه كلها في كل الدرجات وخد المقترحات وادرس وانت خد القرار ما هو محدش عارف ياخد القرار غير اللجنه الخماسيه.